نعم أخوات، أين أخوات؟ لما تأتي. لكن ليس معنى أخوات إخوان، لا لا، أنت هارس ست ياب من قوس ياب، واجب كل أسبوع أنت مستعد. يا حذيفة، يا حذيفة تعال، أين دفترك؟ تعال تعال يا حذيفة، تعال تعال، حفظك الله، تعال إلى هنا بسرعة. أين دفتر حذيفة؟ عند من؟ عندكم؟ بسم الله. حذيفة مراجعة؟ يا حذيفة، لا إله إلا الله يا رضا. يلا لهذا أنت خائف صح؟ أنت ليس مراجعة، ليس متقن. السؤال الأول لا يجيب، السؤال الأول ليس جيد يا أخي. طيب السؤال الثاني؟ الذين
طيب الآن حذيفة يعني كم من عشرة صح؟ سبعة؟ لا أنا أسمعه حتى يقرأ آيتين أو ثلاثة. سبعة كثير ستة صح؟ طيب سبعة. حذيفة ليس متقن، لم يحفظ، ليس جيد في العلم. غير حاضر او كيف؟ يرجع. هذا اركان يرجع الى البيت. يرجع. ها؟ يرجع الى البيت. لماذا ترجع؟ يعني انت الان مراجعة لا يوجد. تدأدى مراجعة. تدأدى. مراجعة تدأدى. ها؟ بولن. كل هذا الاسبوع. بولن ترس ستلا زور. ليس. هو يرجع الى البيت. ليس ادين. هذا الان. أركان بعده جبران. جبران من أين؟ من الملك إلى التحريم. ها؟ إلى الجمعة. إلى الجمعة صحيح جبران؟ مستعد والحفظ جديد الواقع عن ربنا. طيب بسم الله الرحمن جبران من الملك إلى الجمعة. وهو متقن كيف؟ يعني ما شاء الله يعني كأنه متقن. لكن الجمعة للتحريم خطأ كثير. طيب على جبران بعده. يا أستاذنا تعال هنا. نحن قليل سنبدأ عند الأخوات فقط نقرأ الإخوان. الجن إلى الجمعة. سنبدأ بعد قليل عند الأخوات. الجن إلى الجدة. تعال انظر، تعال انظر الطلاب، تعال انظر إلى طلابي المعهد معهد الجبل المبارك. انظر أستاذنا حفظكم الله كيف هذا كثير ولا جيد ولا. ألفين خلاص. 2000. لكن انظر هو الأسبوع هذا كيف مراجعة؟ ضعيف. من هذا؟ 2000. كثير خطأ. انظر هذا كثير خطأ. في المراجعة والحفظ زيادة. زيادة في الحفظ. قدم إلى النجم. من هذا؟ 2000. 2000. لكن نحن نريد أن يهتم أيضا بالمراجعة. بالمراجعة. يا 2000. أنت باقوس هفل بانياك، لكن الواجب ماذا؟ المراجعة أيضا متقن. المراجعة مهم. نعم إذا أنت بعدين كثير ما في فائدة. أنت كله ربا هباء منبثة كما يقول السلام. نعم هذا الآن 2000. هذا انظر السلام. الأمان حتى الرفيع. هل حتى الرفيع؟ نعم حتى الرفيع. لما شيخ ها حتى الرفيع. لما شيخ لما حتى الرفيع شيخ أطهر هذا هنا أطهر مطار. أطرافي هذا أطرافي الناس لا عبسة مطار. كمارين أودا هذا هنا أودا بلوم مع أستاذ رجال. هذا عندك هذا أودا. طيب هذا من الناس لا عبسة أطرافي سنقو. ما هذا اجتهد أطرافي عبسة يا أنا زياد يا أرس تبت سلسية جوز 30 أطرافي يا رزقي بارونا. أين هو؟ مستعد؟ من الناس إلى المرسلات؟ مستعد؟ أنا هنا 7 8 7 3 خطأ 4. ما هذا؟ انظر السلام. مستعد يا بارونا؟ قطبي خلاص ما شاء الله. ما شاء الله قطبي جيد.
الناس أن المرسلات في التعليم الناس أنها 10-8 وجديد أي جديد؟ لم أرجع له. انظر السلام الجديد هذا. السلام الجديد. جيد لطفي صح؟ لطفي جيد ما شاء الله. أين لطفي هذا؟ شفاه الله. نسأل من الله أن يعافيه وشافيه. نسأل من الله يعجله بالشفاء. قولوا آمين. آمين. الله أكبر. 9/10. كلام المسلم الله. انظر هذا السلام. سبعين بلوم. جبلهم خلاص. خلاص. بعده. بلوم سوا أكبر. سبعين بلوم. تبين الاختبار أكبر. احنا الآن أستاذنا. احنا نفعل تشيك بسرعة. ثم نذهب عند خلاص. حلقة جبران. جبران إلى إيش؟ الحديد. جبران إلى الحديد. لا إلى أطهر. الى الرحمن. تمام. جبران الى جبران. حلقه الان استاذ رجال حفظه الله. هذا من اطهر من الشورى الى الناس ما شاء الله. هذا في يوم واحد ما شاء الله. هذا يعني هذا الان اطهر ما شاء الله. هذا اطهر مجتهد جدا يا استاذ. انظر وحفظ جديد ايضا عنده وحفظ جديد مجتهد. الزمار بالصلاه انا جديد. هذا من اطهر وجديد. هذا رزقي. اطهر انا يا الغاشي. الى الزمار. هذا من جديد. انا الى اين فصلات كنا مكتوب الزمار وغوفير مراجعه. بصراحه اطهر الى الان نمر ساتو حتى الآن. ما شاء الله ما شاء الله. اجتهاد كبير. اجتهاد كبير. انظر يا استاذ عفوا. هذا من رزقي. رزقي من هذا؟ عبد الرحمن. رزقي عبد الرحمن إلى النازيات. إلى أين؟ أين هذا؟ إلى النازيات. Di sini terakhir nasinya berarti mulang ke bawah nih. Di merojah dulu ya sampai ke bawah ya. Mana ada Rizki? Rizki ya. Abdul Rahman. Yasin. Azam. Si Azam. Hada Azam ila Al-Mul Al-Kolam. Azam ila Kolam. لا أمر كارير رفيل مصالح لأنه هو نقص كامل. هذا الآن كامل. ياسين إلى الغوشية إلى عباسة رجان. أستاذنا هذا الآن كامل. انظر يا كامل. أين كامل؟ يعني قليل قليل. أنت قليل قليل. ما كامل بيا سكت يا كامل يا كثير مريض صح؟ استاذن دائما رغيب من أين؟ الأحفاد إلى الحديد والشورى للجاثية للزمر. ما شاء الله يا رغيب. أنت الآن مستعد من أين؟ الآن إذا يوجد اختبار إلى أين؟ من إلى من أين إلى أين؟ ها؟ الناس إلى الزمر. مستعد؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا إن شاء الله سيكون عنده المصحف المرتل رغيف. أنا إن شاء الله هكذا أتوقع. ما شاء الله. بعده عدد. أيوة اجتهد يا رغيف هكذا إلى الأمام. إلى الأمام. جنجن أنت تنكر سوارا أورانيا ليس مجتهد مثل زيدان. الكرة وسيبها. الكرة وسيبها زيدان. من هذا؟ عديد إلى الطلاب في تحريم. تحريم
أول مجادلة إذن أخير 28. ما شاء الله هذا أكبر الملك إلى الناس. انظر انظر أستاذ ما شاء الله أكبر هذا أكبر صح؟ يعني مجتهد صح؟ الحمد لله الحمد لله. حلقة أستاذ رجال مجتهدون كثير الحمد لله، وحلقة أستاذ عدل لكن ما شاء الله مراجعة كثير عندك صح؟ أقول له مراجعة كثير، المراجعة مهمة. الانشقاق إلى الناس. انظر يا أستاذ أنا نيكي نيكي أستاذ شر جمال. انشقاق إلى الناس، انشقاق إلى الناس. عمي سلام يا حياك الله كيف حالك طيب الله يسلمك. أين أستاذ هذا في الحلقة. قول يا أستاذ أنا هذا الفهراوي. هم بدأوا الحكي بدأوا أين الفهراوي؟ أين الفهراوي؟ الفهراوي إلى الغاشية. الغاشية 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 من؟ من الناس الغاشية. فهراوي يا فهراوي أنت ذكي، أنت بنتر، لكن لماذا أنت ليس في الحلقة؟ كيف هو في الحلقة؟ يزعج؟ لا أول إزعاج حقه أول أنت إزعاج باول أنت... بس الآن هو بدأ يزعج. ما هذا يا فهراوي؟ هو يستطيع حفظ والله يستطيع ما أعرف هو يستطيع حفظ بسرعة لكن إما لا يبقى نوم فهراوي فهراوي انتبه انظر السنة فهراوي زيدان إلى الجزء 30 الجزء 29 من هذا رضا ما شاء الله ما شاء الله رضا إلى الأمام يا أستاذنا المراجعة المراجعة بس أحيانا نوم أحيانا الآن بدأ نوم أول لا ينام انتبه 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 بس كمل 25 لا 5 أجزاء ما شاء الله المراجعة هذا ان شاء الله رضا استاذ حنيف دواء نمر دواء ان شاء الله نور جهاد جهاد كيف هذا متقن من المائده ان شاء الله جزء اليوم خمس نسبه جزء في اليوم جهاد للعروف مسك للعروف المراجع ما شاء الله هذا الان الانفال جهاد يا حازم من متى انت مستعد ان شاء الله لنبدا في التسميع بعد درس الظهر كل يوم قليل قليل كم مستعد نبدا في الاجازه لحازم وللاستاذ عادل ان شاء الله من اليوم ها من اليوم يوم السبت السلام من هذا من خليفة أين خليفة هذا خليفة سيد يستأذن دائما شيخ في الأسبوع خليفة أعانك الله أعانك الله الله سلام تبدأ مراجعة بعده من هذا أبيو 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 لا أبيو أبيو أين أبيو هذا أبيو أبيو ما هذا لا يوجد شيء ما أستاذ انظر انظر كوسوم ما هذا كوسوم فارغ لا يوجد شيء يا أبيو أبيو أنت مراجع ما هذا الأسبوع لا يوجد طيب اسمعوا يا إخوان الآن سيكون عندنا سيستم الذي ما في مراجعة ما في حفظ يا أستاذنا ماذا سيكون له من عقاب لابد من عقاب يكون بس لابد حارس عقاب الذي لا يراجع ليس مراجعة مثلا مريد هو مراجعة فقط ليس حفظ جديد
لكن هو مراجعة خلاص، لكن طالب لا مراجعة ولا حفظ ولا كأنه تدا حاضر، هذا لا بد من عقاب، لا بد من حكم. سألني قبل شيء أباكم أن يشيء إن شاء الله، يعني ماذا نجلس وننظر ما هو، أنت انظر أستاذنا ما هو المناسب نفعل له، واجب هذا حكم. أستغفر الله العظيم، أول واحد أبيب أبيو أبيو وخليفة هي. وخليفة خليفة أستاذنا يقول، هو الشيخ يقول من الآن بدأ قليل صدقية اجتهاد أبيو أنت أي أنت ديمانا ها في سبيلون سبيلون أين سبيلون سبيلون قريب من بوغر قريب من بوغر طيب هارس كانوا يعني ما طيب يوم السبت أو إذا يستطيع الأحد نريد أن نتحدث أبيو ما هي المشكلة لا بد من اجتهاد يا أبيو طيب بعده الآن ننظر أستاذنا لا لا بد هذا مشكلة أنا منذر في اليوم ورقه شيء يراجع ورقه في اليوم شيء منذر أنا منذر منذر أين منذر وحفظ إلى طيب يا إخوان من الآن الذي الأسبوع الأول ليس مجتهد ثم الأسبوع الثاني لا مراجعة ولا شيء نحن نعطيه حكم سنعطيه ماذا؟ حكم أنت أتيت هنا أنت هنا من أجل ماذا؟ ها يا أزم أنت تسلم أنت كابا ماذا تفعل؟ تحفظ القرآن وتتعلم صح؟ قالوا أنت لا يوجد حفظ القرآن ولا مراجعة أنت منفعة إبو برد والله أنت منفعة إبو هنا أنت اجتهاد من يريد أن يكون من العلماء جارة أنت جادي داري علماء نمرساته ماذا ماذا تدور دروس صح صح أنت دروس يعني ماذا في السكن استراحات ماين جيم ماين دي هابي أو ماين أنا أعرف هذا أوريان تاو هذا ين بني هابي كتاو عرفتم وبعضهم يعني ماذا تصبر الرجال مثل إبو إبو خلاص يا أستاذ توا إذا أنت موبر بجارة أنت مع تمان سكولة صح أنت مع تمان الذي داري يعني أنت ما شاء الله داري أول أنت لكن هنا أنت الآن النمر ساتو ماذا تتعلم إلى هناك طيب أستاذ دان طيب حفظ طيب أنا سأقول لكم الآن من يعطينا حكم الذي هو مناسب ما هو الحكم للذي هو ليس مجتهد ماذا حكم نريد حكم صح من القلب يعني هو نريد منفعة ما هو الحكم سباحة هذا حكم يا عيبان ها يعني مقصود سباحة ماذا قابله سباحة صح هو أنت مقصود هكذا يا عيبان هو لا يذهب مع الإخوان سباحة مقصود سباحة هنا هنا هذا جيد هذا حكم أنا أقول ممكن هذا في فيروس لا بس بصراحة أنا أريد لو هو باير وان من عنده حكم آخر طيب سباحة أو هنا أو هو تدا يكون إخوان سباحة طيب ماذا من عنده حكم آخر أصلع أصلع هذا جيد خلاص طيب من يرى يعني من عنده حكم يعني جوجوك آخر ها ماذا ها اعتكاف أين؟ كم؟ عشرة؟ ها؟
أيوة يا حازم ماذا ماذا؟ ها؟ أسبوع. أنا أحب هذا. اعتكافنا في المسجد. خلاص. الذي ليس مجتهد هذا حكم جميل جميل. هو اعتكاف في المسجد. نوم في المسجد. خلاص؟ استغفر الله. ماذا ماذا أنت ماذا تريد؟ ماذا هذا حكم يا أزم؟ هذا حكم جميل يعني اعتكاف يعتكف في المسجد لمدة أسبوع. خلاص؟ أبيو؟ سيب من قدبان أنت تدب اجتهاد اعتكاف. ها خليفة؟ طيب؟ ياسين؟ انتبهوا. ها؟ أين هذا ليس مجتهد؟ حكم من الذي سيقول الذي سيقول هو مجتهد أو لا؟ الشيخ أو الأستاذ. الأستاذ هو سيقول نعم هذا مجتهد، حكم راس هذا مجتهد، لأن الشيخ هذا أمانات، الأستاذ أمانات، ويقول هذا مجتهد، هذا ليس مجتهد، خلاص حكم هو بعدين إليه. ماذا؟ حكم يعني ماذا؟ هنا اعتكاف أو ننظر ما هو المناسب؟ طيب حفظكم الله، لابد من اجتهاد. اجتهاد اجتهاد بارك الله فيكم. ايضا بقي شيء، انتبهوا انتبهوا، الذي يمزح بالخندق في وقت الحلقه هل هذا يصلح ان يقول؟ اولا انت في بيت من؟ بيت من؟ انت باوقت كتاب من بيدك؟ تنقل بيدك كتاب من؟ كتاب الله. أنت تقرأ كلام من؟ الله. أنت يعني ماذا؟ تريد سبيل من؟ الله. هذا كله وأمامه إخوانه لدبان إخوان لدبان يعني ماذا؟ غورو شيخ وهو الشداد وهو الذي شيخ أو أستاذ هو يراه برشندة هو ليس مراجعة فقط يجب قم مراجعة هو ما سيب رشندما قم هذا إلى آخر الوقت خلاص هو مراجعة هو ما سيب دول طيب يعني أنتم الآن الذي تراه مزعج يقوم يقوم الذي نعاس أيضا يقوم ننتك يقوم ما سينتك حتى هو يعني بالشهادة أو بالبيجار يرفع رجله ماذا أنك الدور لا 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 يستطيع طيب حفظكم الله أيضا اللغة العربية من هو مجتهد في اللغة العربية يا إخوان دائما يتحدث مع الشيخ أو مع الإخوان اللغة العربية من لغة عربية من بالأمس تحدث معك شجاع العربي؟ أنت لهذا هو دائما يتحدث معك اللغة العربية. هذا قبلته ما لم نتكلم باللغة العربية. الذي دائما يأتي يسألك دائما يسأل دائما. حازم ما شاء الله. حازم يحب وكذلك ما شاء الله نتكلم معه. مع أطهر. حازم أطهر. طيب والإخوان القدامى ما في؟ ها؟ طيب يا ياهر الذي تراه تقدم في اللغة العربية من؟ هذا مشرك عندنا في اللغة العربية. ها؟ أمانة هذه أمام الله. من تراه يتقدم في اللغة العربية؟ ها؟ من؟ من هي يافع؟ أنت اختر واحد اثنين، من هو دائما اللغة العربية؟ حازم صح؟ يعني ما شاء الله. وسلطان. حازم من أيضا يا يافع؟ حازم فقط حتى أنا يعني ماذا؟ ألاحظ إخوان ليس يعني ماذا؟ مجتهد كثير أنت لا بد كلام كثير لغة عربية وأنت يا يمين أنت تختار من؟ حفظك الله أنت ترى كثير لغة عربية أنت في السكن؟ طيب الذي ترى في السكن أو في الخارج لا يوجد صح؟ صح؟ وأنت يا ضياء؟ ها؟ زهدي فقط
أو آخر؟ زهدي دائما لغة عربية. طيب الله يحفظكم ويبارك فيكم. الآن ماذا؟ أنتم مراجعة. الآن سنبدأ عند الأخوات. عند الأخوات لأنه الأسبوع الأول إخوان كلهم صح؟ Salman, siap.
Ya, mana tu? 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 Ya, mana tu?